بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد في مهارة جديدة إن شاء الله تكون بسيطة وممتعة، ممكن نستخدمها كلنا في المقررات بتاعتنا أيا كان التخصص. بيبقى في نوع من الإمتاع للطلبة وبيبقى في نوع من الإقبال على المادة العلمية. البرنامج هنستخدمه النهاردة أو ليه علاقة بحاجة اسمها Augmented Reality، يعني هو بيسموه الواقع المعزز، أو مش هنقول واقع افتراضي بقى، لا من هنا الواقع معزز، لأنه بيعزز المعلومة اللي خاصة. يعني لو شفنا مثلا الفيديو اللي أنا عارضه في الشاشة قدامنا ده، أهو حاجة زي كده مثلا، ده معمول من مش ببرنامج صعب قوي ولا حاجة، ده بالعكس كان معمول من داخل الأوفيس، بس أعتقد الميزة دي كانوا وقفوها من فترة، يعني إن كان بيحاطين أنيميشن زي ده، مجسمات، ديناصور، نباتات، تشريح هيكل عظمي، حاجات كتير جدا الحقيقة، بركان الواحد ممكن يلفه بأجهزة مختلفة، بس وقفوها زي ما حضراتكم شايفين كده. الطالب يقدر يعمل ده بنفسه، كان يقدر يعمل ده بنفسه، بيمسك الحيوان أو الحشرة أو الديناصور أو الجمل أو أيا كان وابتدي يحركها فكأنه ماسكها بإيده، بيبقى نوع من الإمتاع ويبتدي يشوف التركيب بتاعها. طبعا ده نوع من أنواع الأوجمنتد رياليتي. في أنواع تانية بنشوف حاجة زي كده، بيكون الطالب عنده صور 2 دي، يعني صورة مطبوعة، بمجرد ان هو بيوجه البرنامج بالتابلت بتاعه او بالجوال بيبتدي يشوفه زي ما احنا هنشوف دلوقتي كده، بيشوف الصورة بتاعته بقت صورة ايه، مجسمة 3D، وفي نفس الوقت كمان متحركة، ده قلب حقيقي بينبض، فبالتالي حولها له الى حاجة تجريبية فعلا وهو واقف او هو بيذاكر من غير ما حتى يكون موجود داخل المعمل. في طبعا بيبقى حسب البرنامج اللي بيتعمل بيه هذا التطبيق، في برامج بتسمح ان بيكون في امكانيات اخرى ان هو ممكن يوم جاي ينقله على صفحة ويب عشان يشوف فيها معلومات اخرى عن هذه الصورة. بنشوف مثال اخر مثلا، ان هنا ورقة مجرد كان عليها صورة نملة، البرنامج هنا برنامج سوفيستيكيتد او معقد شوية لان فيه امكانيات كبيرة زي ما احنا شايفين من على اليمين، فيه زوم بيكبر ويصغر الحشره اللي موجوده، وطبعا حاطط عليها اجزاء اللي هو الثوركس وكذا والابدومن والتركيب بتاعها الى اخره والابعاد، وفي عندنا امكانيات هنا ان هو يشوف التركيب الداخلي الى اخره بالشكل ده كده زي ما هنشوف دلوقتي، زي ان هو بيعمل لها روتيشن من تحت هنا، يعني هنا ما فيش روتيشن، او هنا ابتدى مثلا يشوف الايه داخل سي ثرو، بيشوف داخل الحشره نفسها كانه بيشوف مثلا الجهاز الهضمي او الجهاز الى اخره، حتى مش بس كده ده فصلها له وحطت له البيانات عليها، وهو شايف البيانات بتاعت النملة الانتيريور بتاعها، بيبتدي يعمل روتيشن من تحت من هنا 360 درجة، بيكبر بيعمل زوم من هنا ويقدر يعمل روتيشن، فيبقى شايف الأجزاء وهي ثابتة عليها البيانات وشايفها كمان وهي بتتحرك من كافة الجهات. دي أنواع كثيرة، يعني البرنامج اللي بيتعمل بيه حاجات زي كده برنامج اسمه اي جاك، ده العنوان بتاعه، هذا البرنامج اي جاك كرييتور، ليه حاجات تانية اللي تهمنا اللي هو الكرييتور اللي هنا ده الموقع بتاعه، بنقدر الموقع ده ممكن لازم البرنامج ده ليه تطبيق وليه برنامج على الكمبيوتر، لازم برنامج الكمبيوتر ينزل سواء ويندوز او الماك، والتطبيق بتاعه سواء من الابل ستور او من الجوجل بلاي، في التطبيقين والعناوين بتاعتهم موجودة وهتتبعت معانا في الوصف بتاع الفيديو ان شاء الله. بنيجي بنلعب بننزله على الكمبيوتر بنلاقي الرمز بتاعه بالشكل ده كده، بنضغط عليه بتبقى دي الواجهه بتاعته اي جاك كرييتور، بيبقى دي 3 خطوات بساط مش محتاجين اي مجهود الحقيقه ولا مهارات عاليه، عشان كده انا اخترت هذا البرنامج البسيط الجميل جدا حتى فور فن. يعني بنبدا هنا بيجن، بيبتدي عندي طبعا بتطلع لي شاشه واحده، بس انا هقول فكره البرنامج. فكره البرنامج ان لازم على الكمبيوتر بنبتدي نحط صوره، وممكن من على الجوال بس الافضل الشغل من على الكمبيوتر، يعني بيبتدي هنا بنضغط هنا فيفتح لي الكمبيوتر احط صوره من الصور، هو محدد لي هنا نوع الصور اللي هتشتغل بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين. طيب الصور محددها لي هو النوعين دول جي بي جي او بي ان جي، دول النوعين اللي هو محددهم بنحطهم في المكان ده. طيب لما نحط الصوره هنا ايه اللي هيحصل لما نحط الصوره هنا؟ طيب دي بيسموها تريجر، تريجر يعني المؤثر او المحفز، ان هو لما كاميرا البرنامج اللي موجوده في الجوال، لما اشغل البرنامج في الجوال واوجه الكاميرا للصوره دي او للكود اللي انا ممكن احوله لكود، يحصل ايه؟ هيحصل الحاجه الثانيه اللي هنا. ايه الحاجه الثانيه اللي هنا؟ يحصل انيميشن، ممكن تكون جيف الصوره متحركه او بي ان جي صوره عليها بيانات وعليها شرح وتفاصيل او خطوات، او فيديو بس بيكون مش فيديو طويل، يعني حاجه قصيره جدا يعني، فبيكون بالشكل ده. احنا هنا حملنا الصوره، طب الصوره دي انا حملتها خلاص، وبعد كده لما سالني طب انت لما الصوره دي انا اشوفها البرنامج يعني اعمل ايه؟ حاول شغل الفيديو ده، وكانت الخطوات بالشكل ده كده.
اول خطوه اهي اللي احنا لسه قايلينها من شويه، اللي هي اد يور ارتورك. رقم واحد بضيف الصوره بتاعتي. الصوره دي ممكن تبقى جهاز هضمي، ممكن تبقى كذا، زي ما هنشوف دلوقتي. بنحط الجهاز في شكل صوره باحد الصيغتين دول، اهي انا حطيت الصوره خلاص. طيب يبقى اول خطوه تمت، عشان كده نيكست هنا بقت مفعله. لما اضغط عليها بيطلب مني، بيقول لي هعمل ايه لما اشوف الصوره دي؟ اشغل فيديو ولا اعمل كذا ولا كذا؟ اشد الفيديو بتاعي او اشد الصوره، او اضغط هنا وافتح الكمبيوتر بتاعي عشان اشوف المكان اللي انا عايز احط فيه الحاجه اللي انا هحطها هنا تشتغل، اللي هي الانيميشن. دي الخطوه رقم 2. اول ما بحطها بيبتدي عندي، عايز تضيف صوت، ممكن تكون دي حاجه ملهاش صوت، ممكن انا عايز اضيف تعليق، اضيف كلمه، اضيف معلومات على الجهاز، اي حاجه ممكن اضيفها من هنا. ما كانش بس هنا طبعا، انا لما ضفت الفيديو كان طويل جدا، هو قال لي الفيديو كبير جدا هياخد منه 30 ثانيه بس، وعشان كده بتبقى ملاحظه ان الفيديوهات اللي احنا هنستخدمها بتبقى قصيره جدا. بعد الفيديو ما بيتحمل خلاص، يبقى انا حملت التريكر وحملت الانيميشن، يعني خطوه واحد وخطوه اثنين. بقول له كرييت، اعمل لي بقى المشروع بتاعي. طبعا بيديني خطوه هنا في الاول، دي اوبشنال ان انا بسمي المشروع بتاعي، شوف بسميه ايه ايا كان. بعد كده ببتدي التحميل بتاعي، هو مع نفسه بيشتغل بقى لغايه لما يحمل لي يعمل لي المشروع ده، بيسميه مشروع او بروجكت يعني. ادي بيقول لي خلاص. فبتيجي خطوه ثالثه بريفيو، عايز تتاكد بقى ان حاجتك مظبوطه. الجوال بتاعي في ايديا، بكون حملت البرنامج بتاعي، او جاي حاطه يا على الصوره دي اللي هي على الشاشه عندي، او لو انا طابعها، او على الكود ده، سواء هنا او هنا هيشتغل بالشكل. طبعا هي بيقول لي كرييت انذر لو انت عايز تعمل واحد تاني. خلصنا. طيب يجي بقى الجزء التاني بقى التطبيق. خلاص عملت انا المشروع بتاعي والصور بتاعه المقرر بتاعي كله، حطيتها في المذكره ووزعتها على الطلاب، او رفعوها على الموقع بتاع البلاك بورد مثلا، خلاص، او بعت لهم الكود بتاعها، او بعت لهم على الجروب، سواء طبعوها او على الشاشه بتاعتهم، مش فارقه، ابيض واسود الوان برده مش فارقه. ده شكل الشاشه بتاعتي بتاعت الجوال. ببتدي اضغط هنا بشوف، ايوه ادي البرنامج بالشكل ده كده. بشغل، بضغط بشغل البرنامج على الجوال عندي، دي الشاشه بتاعته بالمنظر ده. اهم حاجه عندي الخانه اللي تحت دي، اهي اهم حاجه عندي اللي تحت اللي عامل زي البصمه دي، دي اللي هي بتشغل الكاميرا. اول ما بضغط عليها زي ما هنشوف دلوقتي كده، بضغط عليها واوجه الكاميرا بتاعتي للصوره، اهي كانت مطبوعه، شغل لي الفيديو زي ما شغال. مجرد ان بعت الكاميرا ناحيه الماوس مثلا كده، خلاص وقف الفيديو. فالطالب طول ما هو حاطط الكاميرا، او الشخص حاطط الكاميرا على الجهاز، او صوره الجهاز، او على الكود اللي احنا بعتينه له، بيبتدي يشغل الفيديو، او بيشوف التعليمات، او يشوف الصوره اللي عليها البيانات، او يسمع الصوت اذا كان في بيانات. فيما عدا ذلك خلاص بيبعد الكاميرا، خلاص بتتوقف. طب لو راح لصوره ثانيه وهكذا، يعني لو احنا عاملين ديمونستريشن مثلا في معمل والصور كلها مرصوصه جنب بعضها، طب مش هنقعد نشرح بقى كل واحد؟ لا، كل طالب بيقوم جاي فاتح الجوال بتاعه ويبتدي يعدي على كل صوره، هيسمع الشرح بتاعها وهيسمع التنبيهات بتاعتها لحاله لو حاطط السماعه في ودانه. يعني التطبيقات بتاعتها بقى بتبقى جميله جدا الحقيقه، يعني ممكن نطبقها في مجال الرياضه. لو في معادله موجوده، الطالب بيحط على الصوره بتاعه المعادله دي او الكود اللي هو مبعوث ده هنا، بتبتدي تطلع له صوره فيها خطوات الحل، او فيديو صغير بيكون قصير، او تعليمات من الدكتور بتاعه. ممكن الاجهزه بنحط الصور بتاعتها، الطالب بيحط الجوال بتاعه، بيعرف استخدام كل جهاز واسم كل جهاز. اذا كان في اللغه العربيه بنلاقي ان ممكن يتحط له هنا لما بيحط الكاميرا بتاعته يسمع صوت الدكتور بتاعه، او بيشوف الصوره وفيها الحل مثلا، يعني سواء هنا بقى في علم العروض، التقطيع، التفعيله، بالنسبه للشعر يعني هنا في اللغه الانجليزيه، يعني شفنا هو عربي وانجليزي. هنا النبات بنحط صوره النبات ده، بتطلع اما بيانات عنده، صوره ثانيه فيها التصنيف بتاعه، فيها معلومات عنه، استخداماته الطبيه الى اخره. دي صوره هيستولوجي مثلا، فالهيستولوجي بنيجي بنقول له والله النسيج ده كذا، ده النسيج ده كذا، النسيج ده كذا، او ده قطع في الحاجه الفلانيه، بيعرفها لي. فبالتالي لو احنا حاطين ديمونستريشن وحاطين شرايح بالشكل ده كده، مجرد ان الطالب بيحط الصوره عليها، او لو موجوده في الكتاب بيدي له معلومات عنه، معلومات عنها كامله يعني. كيمياء بنحط المعادله ناقصه بالشكل ده، والطالب بيحاول يحلها، لو ما قدرش بيحط الكاميرا بتاعته بتطلع له المعادله كامله وموزونه. لو في حتى ان شاء الله بقى لو بصمه صوبة حاطين بقى، يعني على الجد احنا بنقول انها فور فان، يعني لو في بصمات الصوابع كل بصمه صوبة ليها شكل الشخص بتاعها بقى اللي هو ايه بنجيبه يعني. الفيديو كده ده فيديو قصير وبسيط جدا، واستخدام البرنامج سهل للغايه.
فاتمنى ان شاء الله ان احنا كلنا نطبقه، لان الفكره ان الطالب خصوصا في الظروف اللي احنا فيها دي ساعات بيبقى ممكن يمل شويه من طريقه التدريس التقليديه، فبيغير بينوع. ده بالاضافه ان معظم الشباب دلوقتي تقريبا ما بيسيبش الجوال، فقدر الامكان الواحد بيحاول يخلي فيه برامج او ان في استخدامات تطبيقيه علميه في التدريس بالجوال، هو كده كده ماسك الجوال، فلما نلاقي برنامج ممتاز جدا بالشكل ده كده بدل ما هيقوم ولا حاجه، لا هيفتح المذكره بتاعته هيحط على الصور، هو هياخدها حتى هو هياخدها كجيم او كلعبه او حاجه من هذا القبيل، لكن بالتالي ان هو هيستفاد في الاخر يعني. إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وإلى أن نلتقي في فيديو وورشة عمل جديدة. أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.